هنفصل الطقم ده دلوقتي، هنقفله مع بعض. هنشوف ازاي احنا طلعنا الرسمة كده على وش كيس المخدة وعلى وش كيس المخدة وعلى وش الخدديتين. تابعوا الفيديو للنهاية عشان هفرجكم في اخر الفيديو على الطقم، وهو هفرجكم على كل الحاجات على الطبيعة وهي عليها الرسمة بالطريقة دي كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الفيديو اللي فات قصينا طقم العروسه ده، كان باقي ان احنا ناخد 55 سنتي عشان اعمل بيهم ظهر الخدديات، والباقي هعمله الملايه. انا خدت 55 سنتي من القماشه اللي كانت اتبقت دي. اللي متابعين معايا الفيديو اللي فات هيعرفوا انا بقول ايه. اللي اتبقى معايا قسطه لقيته 270 سنتي، تمام. كان الفاضل 270 سنتي. كل اللي عملته ان انا تانيته داير ما يدور، تانية بسيطة جدا، تانيتين فوق بعض داير ما يدور، اي حد يقدر يعملها، وطلعت الملاية معايا بالشكل ده. طيب اول حاجة هنعملها بعد كده ايه؟ انا كنت قصيت معاكم الفيديو اللي فات الكيس المخدة عشان نطلع العروسة على وش الكيس كده بالطريقة دي اهي. طلعنا العروسة كده اهو، اهي دي كده على وش المخدة هتبقى ان شاء الله. هعمل ايه في كيس المخدة؟ همسكه اتنيه كده اهو، هتني الكيس كده على ظهره كده. طبعا انا عايزة اقول لكم ملحوظة مهمة جدا، الناس اللي بتقول الكيس بيورب معايا، انا لازم قبل ما ابدأ اخيط الكيس لازم بعمل حاجة، بحط الكيس على بعضه كده من اوله لاخره اهو، يعني ده اساسي لازم نعمله واحنا بنعمل الكيس الناس المبتدئه، عشان تتاكد ان الكيس مش موروب كده ولا كده. اهو انا هعمل الكيس كده وهلاقي الكيس ماشي معايا كده اهو. لو الكيس موروب كده او كده، يعني انا ممكن وانا ماشيه بالكيس كده الاقي الكيس موروب معايا كده اهو، هلاقي الكيس موروب معايا كده. طبعا هيبقى هنا ناحيه اطول من ناحيه، يبقى احنا لازم نساوي الجزء ده الاول قبل ما نعمل، تمام، ونخلي الكيس يبقى مظبوط مع بعض. يعني انا وانا بقفل الكيس كده اهو اهو بسويه كده، وبخلي الكيس يبقى ماشي مظبوط كده بالطريقه دي كده اهو، يبقى الكيس عامل كده، تمام. طيب هعمل ايه؟ هبدا اقفل الكيس كده من الجنب، وبعدين بعد ما هقفله من الجنب هعمله اوفر، الجنب ده هعمله اوفر، وبعدين اتني تانيتين فوق بعض من هنا اهو. بسم الله. قفل عادي جدا، بس طبعا انا بساوي كده وانا بقفل اهو. انا بعمل الكلام ده للناس المبتدئه اللي هي بتقول لي الكيس بيورب مني، اهو الكيس مش موروب ولا اي حاجه، احنا بنساوي واحنا ماشيين كده، ونخلي الكيس يبقى مظبوط كده معانا بالطريقه دي اهو كده اهو. بعد ما هنعمل كده هنعمله اوفر، وبعدين نتنيه من الجنبين وبس اهو. اهو كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هعمل اوفر، وهتني برضو زي ما تنيت الملاية، هتني تنيتين فوق بعض كده اهو على بعد 1 سنتي كده داير ما يدور الكيس اهو. عملنا التنينة المخدة كده، كيس المخدة تنيناه تنيتين فوق بعض كده بالطريقة دي، وعملته كده قفلته هو، عملته اوفر كده. ده الاوفر بتاع المكنة المنزلي، هي حلوة جدا بس عايز شغل بسيط. الناس اللي بتسأل في توسيع وتضييق لغرزة الأوفر، لا هي بتشتغل غرزة واحدة كده، هو النظام ده كده بس، ما فيهاش تضييق وتوسيع، هي أنا بمشي بيها كده بس. وده كيس المخدة أهو، هنقلبه كده أهو، هيبقى كده بالطريقة دي كده أهو، هيبقى كده العروسه كده على كيس المخده اهو. احنا لما هنحط كيس المخده هيبقى كده اهو. خلاص هنعمل الكيس التاني بنفس الطريقه، وبعدين هنشوف بقى هنعمل الخدوديه ازاي.
بالنسبة للخدودية احنا قصيناها الفيديو اللي فات اهو بالطريقة دي كده، خلينا العروسة كده على وش الخدودية، وبعدين انا قصيت 55 سنتي. طبعا احنا بالنسبة لظهر الخدودية مش محتاجين قوي ان احنا نخلي الخدودية يعني الرسمة تبقى واقفة، الرسمة تبقى في اي اتجاه مش مشكلة. هاخد كده 75 سنتي للظهر و75 سنتي اهو، هقيس كده 75 سنتي اعمل بيهم ظهر و75 سنتي اعمل بيهم الظهر التاني اهو كده. كده قست 75 و75 للظهرين. كده اهو خدت 75 سنتي، تنتهم من الجنب كده من جنب واحد، الجنب اللي هو على 55 سنتي، وخدت 20 سنتي برضو تنتهم من جنب واحد كده. هنيجي بقى هنا كده ونبدأ نقفل الخدودية بالطريقة العادية جدا اهو، بعمل كده بحط الجنب اللي مش مقفول هنا، وبحط برضو الجنب اللي مش مقفول الناحية التانية اهو تمام، وبقفل الخدودية بالطريقة العادية جدا اهو. هاخد الجنب ده هخيط كده وخيط 3 جوانب، وبعدين هخيط الجنب الرابع وبس كده. كده قفلت اهو الخدودية من ال4 جوانب بالطريقة دي كده، وبعدين عملتها اوفر كده اهي، عملتها اوفر، وبعدين هقلبها ونعملها ندوس عليها الخط الخارجي اللي احنا متفقين عليه. انا يعني عملتها اوفر، كان ممكن ما اعملهاش، يعني لو انا هدوس الخط الخارجي ده لجوه شوية كان ممكن ما اعملهاش اوفر، بتبقى بنداري على التنسير اللي جوه ده، فبنحتاجش ان احنا نعمل اوفر. اهي كده اهي، هنبدا بقى ندوس الخط الخارجي اللي احنا متفقين عليه، هدوس عليه كده خط داير ما يدور الخدودية. وده كده اهو شكل الخدودية بعد ما اتعملت، شكلها تحفة جدا، والعروسة مظبوطة عليها اهي، هي بس محتاجة انها تتكوي عشان يتداس على الخط اللي انا عملته ده، محتاجة انها تتكوي وهتبقى ممتازة جدا. هعمل بقى الخدودية التانية، وهعمل كيس المخدة التاني، وهرجع لكم عشان افرجكم على الطقم الكامل واوريكم ازاي الرسمة طلعت على كل الطقم بالكامل. طبعا مش وهو مفروش ولا حاجة، انا هوريه لكم واحنا قاعدين على المكنة كده، لان هو مش محتاج ان هو يتفرش، هو هيبقى شكله باين خالص واحنا مع بعض كده على المكنة زي ما احنا كده. كده احنا خلصنا الطقم قفلناه كله، هنتفرج عليه، احنا مش محتاجين ان احنا نحطه نفرشه على السرير ولا حاجة، انا هفرجكم عليه كله واحدة واحدة كده واحنا مع بعض. اول حاجة الملاية، العروسة الرسمة جاية عليها بالطريقة دي، الرسمة جاية على العروسة كده، انا ما عملتش حاجة في الملاية غير ان تنتها داير ما يدور دي كده الملاية. بعد كده نتفرج على كياس المخدات، كده كيس المخدة اهي عليه العروسة اهي بالطول كده، وكيس المخدة التاني برضو نفس الكلام، برضو العروسة عليه كده، والخدادية الرسمة بالطريقة دي كده، والخدودية التانية برضو. يعني احنا كده خلينا الرسمة جت على كل الحاجات، يعني الرسمة جت على الخدوديتين وجت على المخدتين، وهي موجودة كده كده على الملاية. وتفضل الجزء ده كده اللي طلع من الجنب اللي انا عملت منه القلبين بتوع الخدوديات، طلع منه الجزء المربع ده، انا وسطنته كده عشان نطلع منه زي مفرش كده نستخدمه في اي حاجة بقى. فيديو سهل جدا، الطقم ده قصه سهل جدا وتقفيله، بس هو عايز شوية تركيز، وهيبقى جد حلو جدا وسهل تقدروا تنفذوه.
ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله هنقص بقى ونقفل مع بعض الطقم التل المطرز او التل المنقوش، يعني في بيسموه تل مطرز في بيسموه تل منقوش. المهم ان احنا هنشتغل في الطقم ده ان شاء الله، الفيديو الجاي ان شاء الله نشتغل في الطقم ده نقصه ونقفله مع بعض. اتمنى يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم، واتمنى تكونوا عرفتوا تظبطوا ازاي الرسمه بتاعه الطقم ده. هي لفه شويه بس سهله وبسيطه، وزي ما حضراتكم شفتوا كده بنقدر نطلع العروسه كده على الخدديات وعلى المخدات وعلى الملايه بكل سهوله. اتمنى تكونوا استفدتوا، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.